كما تعلمون أن الشهر العقاري والنزاعات العقارية بصفة عامة هي نزاعات معقدة وإجراءاتها مركبة كذلك، وعلى ذلك حرصنا على تنظيم هذا اليوم الدراسي، وعملنا على إحضار ولا إشراك جميع الفاعلين في عملية الشهر والإجراءات العقارية. أملنا من هذا اليوم الدراسي هو باش نلموا الجميع باش نوجدوا حلول عملية اللي راح ترجع بالفائدة على المتقاضي وكذلك على المواطن.